صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وبكل تأكيد العالم كله مشغول بما يحدث من تصاعد للأحداث في أوكرانيا، فحبينا أن احنا نطلع حضراتكم في بداية البرنامج على تطورات الأحداث اللي بتحصل دلوقتي. القوات الروسية قامت بهجوم كثيف فجر اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف في أكثر من جبهة، أيضاً في إنزال جوي لجنود روس بالمظلات جنوب غرب كييف، ده غير أنه في معارك كبيرة تحصل في ضواحي المدينة واشتباكات في خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا. الأحداث بتتطور كل لحظة والتانية، عشان كده تم تطبيق حظر تجوال في كييف بدأ امبارح من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ويستمر لحد النهاردة الصبح. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية منح 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز ستينجر لأوكرانيا، وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في تصريحات تلفزيونية أنه هيتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وهذا نابع من التزامات برلين الأخلاقية حيث تزود ألمانيا أوكرانيا بأسلحة من مخزون الجيش. فعلا يا جمانة، الأحداث بتتطور لحظة بلحظة، احنا كل شوية يمكن بنلاقي خبر جديد مع كل مرور يمكن ساعة جديدة، خصوصا مع إعلان روسيا في الساعات الأولى من فجر الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا ولتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على الإجراءات المماثلة اللي اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو عقب الأزمة مع أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان أن الحظر ده هينطبق أيضا على رحلات الترانزيت اللي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي. كمان في تطور بيحصل في المسارات السياسية، النهاردة هيكون في اجتماع لوزراء الخارجية دول الاتحاد الأوروبي عشان تعزيز الدعم العسكري اللي بيقدم للقوات الأوكرانية، ده غير طبعا أن الولايات المتحدة وألبانيا طلبوا تاني عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي النهاردة، وده عشان تبني قرار يطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة بكرة. طبعا ده هتخصص أو تخصص هذه الدورة للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والآلية دي ما فيش فيها حق الفيتو، الهدف من دعوة الجمعية العمومية هو إصدار قرار حول العمليات العسكرية في أوكرانيا. إحنا طبعا هنتابع مع حضراتكم كل التطورات وهننقل لحضراتكم كل الأحداث اللي بتحصل عشان نكون كلنا في الصورة. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.